لحد اسابيع قليله كان الناس كلها بتتكلم ان استرن اول الهابطين في الدوري الممتاز. في الفتره الاخيره نتائج بقت تحسنات، الناس بتتكلم دلوقتي اللي ممكن استرن يكون موجود في الدوري. يعني ايه سبب اللي انت شايفه ده؟ سببه ايه؟ تاني حاجه، هل ممكن المعجزه تتحقق ان استرن يبقى في الدوري؟ بصراحه يعني انا شايف الفضل كله بعد ربنا يرجع لكابتن علاء عبد العال ومجلس الاداره. اول السنه كانت الفرقه في ناس كتير ما عندهاش خبرات دوري ممتاز، ما لعبوش دوري ممتاز قبل كده، والكيمياء اللعيبه نفسها كان في لعيبه كويسه جدا بس الكيمياء مش راكبه مع بعض. كابتن علاء بصراحه جه والاداره صبرت، كان في الاول نتائج مش قد كده لغايه لما يناير جت غير حوالي 20 لعيب. صعب جدا انت تغير 20 لعيب ويلحقوا يبقى في كيمستري ما بينهم، وغير فعلا. وشفنا نتائج في كاس الرابطه، كنا بدانا نشوف الاداء في كاس الرابطه، واخر ماتش في كاس الرابطه المصري شفنا نتائج كمان. بعد كده بدانا الدوري الحمد لله نتائج كويسه جدا. الاتحاد في اسكندريه تروح هناك وتاخد نقطه وانت مطلوب منك لعيب من الشوط الاول، وبعد كده تروح المصري في برج العرب وتاخد نقطه برده. المصري اللي يتعادل معاك بعد كده ربنا كافئك بقى بعديها في سيراميكا تكسب وتاخد الثلاث نقط. فطبعا لا، هو دي من اجمد الفرق اللي في الدوري، فعشان كده انا شايف ان عادي قوي ان انت تقعد في الدوري، لان الفرق كلها شبه بعض، والثلاث فرق اللي احنا خدنا منهم نقط دي والثلاث نقط من اجمد الفرق واكتر الفرق استقرارا في الدوري. يعني اسرع الهبوط مع انديه عملاقه زي الاسماعيلي مش حاططكم تحت ضغط؟ طبعا طبعا، نادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره جدا، الواحد مش متخيل لغايه دلوقتي ان انت فوق الاسماعيلي والاسماعيلي الاخير. بس ما بنركزش غير في شغلنا. كابتن علاء كل ماتش بماتشه بنتعب بنجتهد في التمرين وربنا في الاخر بيكرم. تمام، لو خيروك يا يوسف وانت لاعب من لاعبين استرن انك تاخد كاس مصر وتهبط، هتختار ايه؟ طبعا هتبقى بطوله وكل حاجه، بس انا شايف ان البطوله الحقيقيه لو قدرنا نقعد بعد كل ده في الدوري هيبقى انجاز كبير قوي للناس كلها، للاداره وللجهاز وللعيبه، ان انت بعد لما كنت اول كام اسبوع ما معكش ولا نقطه والناس كلها فاكره ان اي حد يقدر يجي يكسب نادي ايسترن عادي، بعد كل ده تغير الفكره ده كله وتبدا تطلع فوق فرقتين كبار زي الاسماعيلي والمقاولين. ودلوقتي ان شاء الله لو تكسب الماتش الجاي تطلع اكتر، تبقى في المنطقه المريحه شويه، فلا هيبقى طبعا لو قعدنا في الدوري هيبقى انجاز غير طبيعي، يعني هيبقى كانك خدت الدوري. اظن هو ده اهم حاجه بالنسبه لنا وده اللي احنا بنحاول نعمله، يعني ده هيبقى انا زي ما قلت لك هيبقى انجاز كبير قوي، مش هيقل انجاز عن زي ما الاهلي بياخد دوري او الزمالك بياخد دوري. ايه شعوركم كلاعبين وجهاز فني بعد اول فوز لكم في الدوري؟ ايه اللي حصل؟ كواليس الفرحه كانت عامله ازاي؟ طبعا لا، كانت فرحة كبيرة جدا، بالذات ان انت يعني كان فيها مكاسب كتير قوي، ان انت بتدي اللعيبة ثقة، اللعيبة ما كانش عندها ثقة خالص اول مكسب، ما كناش كاسبين ولا ماتش، تعادلنا ماتش واحد مع المقاصة، بعد مكسب الاولاني بقى تبدا تاخد ثقة وتبدا الناس تعمل لك حساب وانت رايح تلاعبهم، فالامور طبعا لا بتبقى احسن بكتير، فكانت فرحة كبيرة طبعا. كابتن علاء عبد العال قال لكم ايه بعد اول مكسب؟ كابتن علاء كان بيحاول قد ما يقدر يخلينا ما نهمتش، يقول لنا لسه ما عملناش حاجه، لسه عندنا لسه في كتير قوي لازم نعمله، احنا لسه كل ده برده الاخير، لغايه لما واحده واحده الحمد لله بدانا نطلع من المنطقه اللي تحت دي. والحمد لله هو على طول ماشي ماتش ماتش، يعني مش بيسبق الاحداث، بيتعب في الماتش اللي بيكون الماتش اللي بيبقى موجود، والحمد لله عشان كده ربنا بيكرم. يعني بعد مكسب فريق استرن الفتره الاخيره ودلوقتي بقى الفرقه معاها 9 نقط، هل النادي حفز اللعيبه او في مكافآت معينه؟ بصراحه مهندس نصر عبد العزيز من ساعه لما رئيس النادي هو يعني انتخب قريب رئيس النادي، من ساعه لما جه وهو عامل شغل جامد قوي، على طول بيقول لنا تكسبوا وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه، ومحفزنا دايما بمكافآت، وعلى طول اللي هو يعني اي حاجه بيقولها بيتفق معاها بيعملها بصراحه بينفذها، فدي طبعا من الاسباب ان انت تنجح، يعني عمرك ما تنجح لوحدك من غير لما المؤسسه كلها تبقى كل حد عامل اللي عليه يعني. فالمهندس نصر بصراحه عامل عليه في الحته دي، يعني المجلس الاداره كله، كابتن باسم معانا مدير الكوره وكابتن خالد، الجهاز كله الصراحه، الناس كلها ما بتاثرش يعني.